السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معانا حل مشكلة input signal out of range عن طريق reset PC. في الأول قبل ما تعمل الطريقة دي، لو انت جربت كل الخطوات اللي انا اشرتها قبل كده اللي هسيبها لكم في الوصف، لو انت جربت كل الخطوات دي ونفعتش معاك، جرب الخطوة دي اخر واحدة، عشان الخطوة دي يا شباب بتعمل عدد ضبط مصنع الكمبيوتر، تمام؟ يعني زي كده لو انت عندك مشكله في التليفون تعمل عدد ضبط مصنع، تمام؟ فانت تعمل ضبط مصنع بالكمبيوتر وتحل المشكله معاك، يعني حتى لو انت جربت كلهم وما نفعوش معاك دي هتحلها. اخر طريقه دي هي هتحلها. جرب التنين الاول اللي هسيبهم لك في الوصف، لو ما نفعوش معاك جرب دي اخر واحده، تمام؟ يلا نروح للفيديو. ايه ده يا شباب، طالما انت وصلت للقائمه دي يبقى انت هتحل المشكله كده، تمام؟ بس بص يا شباب، في الاول انا عشان توصل للقائمه دي في طريقتين، عن طريق مثلا F8 او زرار الباور لما يظهرش على الويندوز. شوف الفيديوهات اللي في الوصف هتفهموا فيها ازاي توصلوا للصفحه دي، تمام؟ هندوس على ادفانسد اوبشنز دي، ندوس عليها، هندوس على ترابل شوت دي يا شباب، شايفين ريسيت زيس بي سي دي، ندوس عليها. كيب ماي فايلز دي يا شباب يعني الملفات بتاعتك هتفضل محفوظه، اللي هو في البارتيشنات التانيه اللي هي بعيد عن السي اللي هو نظام الويندوز، تمام؟ يعني البارتيشنات التانيه مش هتتضرر في اي حاجه خالص، تمام؟ بس هو بيقول لك هنا يمسح التطبيقات والاعدادات، بس هيسيب الملفات الشخصيه بتاعتك، تمام؟ but keeps your personal files، تمام؟ وهنا ريموف everything دي يعني هيمسح كله. هنا بيقول لنا ايه؟ ريموفز اول اوف يور personal files apps and settings، يعني هنا يمسح كل الملفات الشخصيه بتاعتك والتطبيقات والاعدادات، فانت براحتك. لو انت عايز تفرمت الكمبيوتر كله باكمله والهارد والبارتيشنات كلها براحتك. لو انت عايز تسيبه دوس على اول واحده دي كيب ماي فايلز، تمام؟ انت بعد ما تدوس على كيب ماي فايلز دي هتدوس على الاسم، ابدا بقى يعمل معاك ضبط مصنع الجهاز ومشكله تحل معاك من غير اي حاجه. ده الكلام ده لو الطرق اللي فاتت ما نفعتش معاك، تجرب ده اخر طريقه وهي اللي هتنفع، تمام؟ مضمونه بنسبه 200% 1000% يا شباب، يعني دي مضمونه اكتر من اللي فاتوا، تمام؟ بس انا مش عايز ادوس عشان التطبيقات والاعدادات ما تمسحش. انت هتجربه وتشوفه، تمام؟ وبس كده يا شباب، خلاص بس كده يا شباب، دي كانت نهايه الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.